عندنا تبرك مشروع وتبرك ممنوع. تبرك يا أخي، تبرك أنت صاحب الكتاب، مشروع وممنوع. التبرك المشروع إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر محسوس، إذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من التبرك المشروع إلى التبرك الممنوع، والتبرك الممنوع من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. مثاله قراءة القرآن بركة، تبرك مشروع، ثبت بهذا بالشريعة، صحيح؟ هذا الأخ يقول أنا أقرأ القرآن، لماذا؟ قال أتبرك بقراءة القرآن. يا رجل، قال نعم، لأن قراءة القرآن بركة، والتدبر بركة، والعمل بركة، والتداوي بركة، صحيح؟ هذا تبرك بأمر مشروع ثبت بالشريعة، مفهوم؟ طيب، يقول كتب شيخ الإسلام، كتب الأئمة الأربعة، وضع الله سبحانه وتعالى في علم هؤلاء بركة، صح؟ نعم، تبرك محسوس، نعم. وإذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع. بركاتك يا سيدنا الشيخ، يتمسح في بعض المشايخ، صحيح والله، هذا تبرك ممنوع، زارتنا البركة. لا يا رجل، ما في زارتنا البركة، بركة من؟ من الله. في أحد تمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قال زارتنا البركة؟ لا، تمسح بجدران الكعبة، التمسح بالحجر الأسود ممنوع، حجر لا يضر ولا ينفع. تتبرك بالتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل تعلم أنه حجر. أما تمسح على نفسك وعلى أولادك وتأخذ الثياب وتمسحها على الكعبة أو على حجر أسود، هذا تبرك ممنوع. تربة القبور أحد، والله لا يغني عن أحد شيئا، ولو كان يغني لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه. شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وقتل بعض الصحابة في أحد رضوان الله عليهم. الذي ينفع ويضر هو الله. إذن عندنا التبرك مشروع ممنوع، المشروع إما بأمر شرعي تلاوة القرآن، أو بأمر حسي علم الأئمة الأربعة مثلا، أو يقول هذا المسجد مسجد مبارك، بماذا نتمسح فيه؟ قال لا، عقدت دورات وكذا مثلا. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كتاب مبارك، انتفع الناس بهذا الكتاب، لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من تبرك مشروع إلى تبرك ممنوع. أمر الشيخ ابن باز رحمه الله بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، لأنه كان أناس من أهل السنة يسافروا إلى الدرعية حتى ينظروا المكان الذي كان يدرس فيه ويدعو فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا تبرك ممنوع. أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم هذا البيت. الله يا أهل المنطقة، قلوا ما نعرف الآن مكان البيت، ولله الحمد. يعلم التوحيد وألف في التبرك، ويأتي بعض الناس ويأخذ هذا